مرحب بك يا امير. طبعا موفق ان شاء الله النهارده، وكل الكرو العمل الخاص بقناه النادي الاهلي يكونوا موفقين النهارده بنقل كواليس خاصه ومباراه النادي الاهلي بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. مجهود كبير جدا بيبذل للظهور بهذه المباراه بالشكل الذي يليق باسم النادي الاهلي اولا ثم قناه النادي الاهلي. النهارده هنكون متواجدين معاك امير هنا في فندق الاقامه الخاص بالنادي الاهلي، فريق جيما الاثيوبي، ايضا كمان خارج استاد برج العرب بدخول جمهور النادي الاهلي اللي بناكد عليه النهارده هيكون ليه تاثير كبير جدا. رهنا على جمهور النادي الاهلي كبير، مباراه هامه يا امير. زي ما انت عارف 16 لاعب متواجد في قائمه النادي الاهلي، ظروف صعبه شويه بتقابل الكابتن محمد يوسف والجهاز الفني، لكن الامر الهام من خلال حديثي مع الكابتن محمد يوسف اكد انا عندي ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين. ممكن نبقى 16 لاعب بالفعل، لكن كلنا على قلب رجل واحد، كلنا عندنا شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، ودي الحاجه المميزه جدا اللي يمكن بنشوفها في وجوه اللاعبين، ان واضح ان في اصرار، واضح ان في تركيز انطلاقه. بالنسبه للبطوله الافريقيه ظروف صعبه يمكن محيطه بالفريق، لكن عندنا يمكن الامل والثقه الكبيره ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا موفقين. فوز يريحنا، مجموع المباراتين باذن الله يوصلنا للدور ال 16. الامور يمكن الحمد لله امير هنا في فندق الاقامه صباحا كان الجمعه، تواجد الجميع في صلاه الجمعه، الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. يليها مباشره ان شاء الله في الساعه 2:30 ظهرا هيكون الغداء الخاص بفريق النادي الاهلي، المحاضره الفنيه الاخيره 3:30 عصرا هنا في فندق الاقامه. الكابتن محمد يوسف كان انهى محاضره فنيه امس، مشاهده طبعا كل النقاط الضعف والقوة لفريق جيما الاثيوبي. كان مباراة كابتن عادل عبد الرحمن، عبد عادل مصطفى طبعا المدرب المساعد اللي حضر في المباراة جيما الاثيوبي، وايضا كمان شريط فيديو مع الكابتن محمد يوسف، حاول ان هو طبعا يكون فيه قراءة جيدة جدا، ويمكن حذر قال عندهم لياقة بدنية عالية، الناس يمكن عندهم فرود صريح يمكن مميز جدا وسريع. يمكن كابتن محمد يوسف اكد على خط الظهر من خلال حديثي معاه ان شاء الله باذن الله يكون في غلق للمساحات، لابد يكون في يكون قريبين جدا من اللعيبة، ما يبقاش في مساحات كبيرة الاطراف عليها دور كبير جدا. الامور ان شاء الله يا امير باذن الله النهارده تكون موفقه للنادي الاهلي، طاقم التحكيم باذن الله كمان يكون موفق يهدي المباراه، وجمهورنا يا امير ده اللي احنا طبعا بناكد عليه، اكيد الجمهور بيتوافد على استاد برج العرب. المباراه انت عارف طبعا في الساعه 6 مساء، اكيد تجهيزات كبيره جدا سواء من العميد صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي، وايضا كمان افراد امن النادي الاهلي، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي على تواصل مستمر بيه، والامور الخاصه بيه التذاكر، بيع التذاكر للجماهير، دخول الجماهير وسهوله ويسرد الجمهور دخول الجمهور، لان الجمهور عليه عامل كبير جدا النهارده. بنتمنى يكون التذاكر اتباعت بشكل كبير جدا، انت عارف 10,000 لو 1000 واحد او يمكن 500 واحد انت عارف يا امير ما يكونوا متواجدين من جمهور النادي الاهلي بيبقى ليهم تاثير كبير جدا، لكن احنا يمكن عندنا طمع كمان شويه ان احنا نشوف عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي في المدرجات. المؤازره والمسانده الكبيره جدا مطلوبه اليوم، لان بنقول ظروف وظروف صعبه جدا يا امير على فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي زي ما اكدنا وقلنا تكون دوافع لفريق النادي الاهلي تنعكس عليهم النهارده، يكون اداء ونتيجه تساعدنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه في البطوله الافريقيه ومنها لمباراه العوده. لو في استفسار انا معاك يا امير اتفضل. طيب كريم، يعني فريق جيما طبعا ابا جيفار اخيرا وصل بالامس او وصل صباح اليوم تقريبا الساعه 2، ممكن ده يكون عمل نوع من انواع الاسترخاء عند لاعبي النادي الاهلي بعد ما كان في انباء ان الفريق ممكن ما يوصلش المباراه، ممكن ما تتلعبش، هل كان في محاضرات نفسيه ومعنويه من قبل الجهاز الفني بقياده كابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا مدير الكوره؟ يمكن باكد يا امير على النقطه اللي انت بتتكلم عليها، طبعا اكيد ممكن يبقى ليها تاثير، لكن اللي انا باكد لك عليه ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن محمد يوسف عاملين فصل تام جدا لكل اللاعبين، التركيز فقط في المباراه. يمكن الظروف دي يمكن احنا عارفين الفريق واصل متاخر، واصل النهارده صباحا ما اتمرنش، ما شافش استاد برج العرب، ممكن الامور دي كلها تنعكس على لعيبتنا، لكن لعيبتنا يمكن لعيبتنا كبار ولعيبتنا خبره ولعيبه كبيره جدا عندها ثقه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله ان هي تكون النهارده على قدر المسؤوليه. كابتن محمد يوسف زي ما بقول لك امير وباكد لك عامل فصل تام، عازل اللعيبه بشكل كبير جدا عن كل الاخبار المحيطه، كان في اخبار كمان يمكن تداولت امس ان الفريق مش هيجي، كمان الامر ده ممكن يثير بعض الامور الخاصه به فريق النادي الاهلي يقول خلاص المباراه مش هتتلعب او الفريق هينسحب ما يبقاش كمان في مباراه عوده، لكن باكد لك يا امير الامور دي كلها يمكن فصل تام وخاص لفريق النادي الاهلي، تركيزهم فقط في المباراه، وده اللي يهمنا اكيد يا امير ان لعيبه النادي الاهلي يكون تركيزها الحقيقي والصريح في مباراه اليوم، وباذن الله ان شاء الله النهارده يكون عدد اهداف اداء ونتيجه تكون يمكن مرضيه
مرضية جدا للنادي الأهلي في المباراة الأولى 90 دقيقة الأولى، وأيضا كمان إن شاء الله 90 دقيقة في أثيوبيا. نعود عودة ليك يا زميلي أمير، وأنا معاك برضو لو في استفسار. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. أكيد تغطية مهمة ومميزة جدا من كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، والمتواجد طبعا في مقر إقامة الفريق، وطمنا بشكل كامل على الأجواء المحيطة بفريق النادي الأهلي. إن شاء الله تكون البداية قوية وانطلاقة قوية بالنسبة للفريق في هذه البطولة، علشان يقدر النادي الأهلي ينافس كالعادة على هذه البطولة. المرة دي مش عايزين ننافس بس، المرة دي إن شاء الله عايزين نحرز اللقب رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الأهلي في بطولات دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي خلال مباراة اليوم اللي هتنطلق بإذن الله حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي في تمام الساعة 6 مساء. طيب.